أخبار اليوم. السيسي يضع إكليلا من الزهور على نصب التذكاري وقبر الرئيس السادات. وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إكليلا من الزهور على نصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، حيث كان في استقباله الفريق أول صدق صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس توجه بعد ذلك إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، يرافقه وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة، حيث تم وضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل وقراءة الفاتحة عليه. كما زار الرئيس السيسي قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. مصر وأمريكا توقعان اتفاقات ثنائية ب 268 مليون دولار. وقعت مصر والولايات المتحدة هذا الأسبوع عدة اتفاقات ثنائية بقيمة 268 مليون دولار أمريكي، في تأكيد على بدء مرحلة جديدة من دعم أمريكا للأولويات المشتركة بينها وبين مصر في مجال النمو الاقتصادي والزراعي والسياحي والمياه والصرف الصحي والتعليم. وتأتي هذه الاتفاقات نتاجا لمشاورات وثيقة بين الحكومتين. ونقل بيان من السفارة الأمريكية عن توماس جولدنبرجر القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة قوله: تبرهن هذه البرامج الجديدة على التزام الشعب الأمريكي بالاستثمار في مصر المزدهرة، لا سيما بالنسبة لشبابها. وزير الدفاع يبعث ببرقية تهنئة للسيسي. بعث الفريق أول صدق صبح القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقدم صبحي أطيب التهاني للرئيس بحلول عيد الأضحى، داعيا الله أن يجعله عيد خير وبركة على مصر وشعبها العظيم. مقتل الإرهابي محمد أبو شيتا في شمال سيناء. أفادت مصادر أمنية بشمال سيناء بقيام قوى أمنية خاصة بتصفية محمد أبو شيتا القيادي بجماعة أنصار بيت المقدس، والمطلوب ضبطه على خلفية اتهامه بالضلوع في أحداث مذبحة رفح الثانية. وأشارت المصادر إلى أن القوات تمكنت من رصد أبو شيتا برفح وقتله. وقالت المصادر إن أجهزة الأمن داهمت مزرعة بداخلها منزل يختبئ به أبو شيتا، ووقع تبادل إطلاق نيران أعقبه وتمكن القوات من قتله. أخبار اليوم.